افلام ومصر، فمبسوطه جدا يعني، وبتمنى لهم ان هم يكملوا بالروح دي لغايه لما يكون المهرجان عمره 100 سنه كده. ايه اكتر حاجه عجبتك في المهرجان؟ اللي بقول لك عليه ان هم رغم ان هم مهرجان بقاله 10 سنين، هم لسه محافظين على الحريه بتاعتهم وعلى الطزاجه يعني، والقيمه بتزيد وبتتقل والخبره بتزيد، فسعيده جدا بيهم. شايفه دمج ذوي الهمم في المهرجانات الدوليه والعالميه زي كده، دي خطوه كويسه يعني توصفها ازاي؟ خطوة عظيمة طبعا. هو المهرجان الدولي بقاله 3 سنين تقريبا يعني، هو فرض نفسه وبقى مهرجان دولي، ودي حاجة يعني بيتوصل لها بصعوبة، لازم يكون عنده مصداقية كبيرة يعني، فسعيدة بيهم جدا جدا يعني. أمية كنت مكسرة الدنيا في رمضان وعلى نسبة مشاهدة، كلمينا بقى عن يعني الدور ده عملناه ازاي، كان صعب جدا وكان مرتب جدا. معاكي حق، بس انا اقول لك ان هو صعوبته بالنسبه لي في الاول، من اول ما قريت حتى خالص، ان هو دور بسيط جدا، بسيط عادي، هي ست عاديه جدا بسيطه شبه اغلب الستات اللي احنا عايشين في وسطهم، مش هم اللي عايشين في وسطهم. فكانت الصعوبه انه ازاي يكون يظهر في الاخر بالبساطه والطبيعيه دي، ما يبقاش احنا بنقلد الناس دي او عايزين نبقى شبههم، فهي دي كانت الصعوبه بالنسبه لي يعني. فمبسوطه جدا ان انتوا الناس معاكي جدا على فكره. توقعاتي النجاح اصلا بتاع الدور عمل كسر الدنيا، ودور النجاح بصراحه بالشكل ده ما كنتش متوقعه، وكنت مركزه في اللي احنا بنعمله يعني، هو لانه الحقيقه النجاح كان يفوق التوقعات خالص يعني، بس كنت عارفه بعد شويه واحنا شغالين انه في حاجه مهمه بتحصل يعني، في عمل مميز ومختلف بيحصل واكيد هيلفت النظر يعني. الاعمال القادمه ايه بقى؟ الاعمال القادمه انا مصوره مسلسل، ده حتى قبل اعلى نسبه مشاهده، منتظره عرضه، مسلسل مفترق طرق اخراج استاذ احمد خالد موسى، وبطوله ناس ثانيه انا كنت عامله معاهم ضيفه، بطوله هند صبري واياد نصار ومجد المصري وجمانه مراد ونهى عابدين وعلي طيب وعمر رزق، يعني متحمسه جدا اتفرج على المسلسل عشانهم يعني. كمان اسكندريه خدوني يا جماعه معاكم تاني، انا عايزه ارجع دلوقتي. فينك من السينما يعني بقالك فتره؟ شفنا يعني فعاليات مطعم في المسرح الروماني. سوري معلش. الحضاره والربط ما بين الحضاره وما بين اسكندريه يعني، شفنا فعاليات مطعم في المتحف اليوناني.